اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. شباب شنو رايكم شوي نغير بمحتوى المحميه، بمحتوى الطيور؟ يعني نطلع بشغلات صيد مثلا، نروح نصور محميات غيرنا وطيور غيرنا، يعني حيوانات مثلا، نطلع بمتحف بشي، يعني نغير شويه من هذا الروتين نفسه. شو تقولوا بهذا الشيء؟ كتبوا لي بالتعليقات. وثانيا اللايك اخوان، اللايك يحفزني، يعني يخليني مثلا ما يصير عندي واهس، يعني اللايك فيصعد الفيديو ويصعد المشاهده. فيا اخوان اريده من عندكم هسه انا، اكتبوا لي بالتعليقات يعني شنو تحبون من شغلات نطلع بيها، نروح بيها، نصور بيها، مثلا نروح محمود فلان مكان صور، اريد فلان مكان، هيك اكتبوا لي بالتعليقات، اعطوني فكره حلوه اروح على مود اكملها. والصيد يعجبكم هم انزل محتوى الصيد بهذا القناة، يعني هم لقطات ما الصيد، هاي مجرد يعني لقطات سويته موسيقى. مرة ثانية لا تحبون اشوفكم تحبون الصيد، فانزل مقاطع يعني حكي وسوالف بالشط، واي وراويكم شط العرب كله، واطلع لكم جولة بشط العرب. بس اخوان ايدكم دعموني بس باللايك، خلونا لايك. هسه انت قاعد تشاهد الفيديو خلي لايك. شوف الحجي صدق راح يفجر المحمية، شوف شنو جاب من زوج طيور. وخلنا اذكركم بشغلة يا اخوان، راح اغير اسم القناة من اسم محمود لعالم الطيور الى محمود شاكر. شو تقولوا مو احسن؟ راح اغيره وبس. كمل الفيديو. Thank you.
تسمعون اخوان الجاوة البيضة قاعد اغرد، يعني شنو فحل باب تبوا علي فوق الكوكتيل شنو وانا اقول بسمع اسمع وانا متوقعه نسيه قاعد شوفون يا اخوان الجاوة طلعن اثنيناتهن في حلة البيضة وهذا الملون اثنيناتهم في حلة شو راح نسوي هسه احنا؟ كل شي ماكو صار هواي وسمعتوها تغرد التيم فيا اخوان هذا الزوج ما تجاوى راح اصعدهم هنا مؤقتا حد ما ابيعهن وعندي زوج قاعد يبيض من العاديات اجيبه اخليه هنا قبل لا يبيض لمعيش هو قبل لا يبيض اجيبه هنا عمدي لي معيش بهاي البقاله عمدي نزرق عليهن البيض مال السوبر جامبو ها خوش حل خوش حل كبيت الجاوة اثنيناتهن خليتهن هاي القفص احسن يا ولد جهز ما مستفادي منهم شيء يا ولد ذني نبيعهن بيعهن يا ولد نطلعهن من القناه ذني راح اجيبن الزوج مال عاديات اخليه هنا دايه محسن عادك نستفاد منهن من ورا ذني لا نوم ولا شيء اخوان كبيتهن هن طبات في العش سوي كبيتهن هن طبات في العش خلينا هنا مو احسن شباب هم النتي تتبيض طال فحل مالتي خلي هالبقال عندهم شباب قبل شوي جت لنا عاصفة كلش قوية بعد الهواء بعده قوي وقاعد تمطر الدنيا شوف المطر ما شاء الله خير وبركة خير وبركة واو واو مطر وبالصيف حالاتي اللهم صل على محمد وآل محمد شوف الجو اخوان بعد المطر ما شاء الله ما شاء الله خلنا نصعد فوق اراويكم صلوات على محمد وآل محمد شوفوا بعد المطر بعد المواقع طبعا المحمين ما شاء الله ما شاء الله كلها نعمة هاي كلها نعمة بعد الحمام ايش قاعد يسوي حتى الطيور متونسة بالمطر سبحانك يا ربي خلنا نطلعنا بالمطر هسه ونشوف الطيور شنو اخبارهم وانا الحج ايش قال الحج قال شو عندك بس هذا الزوجين واكس بيو قلت له ايه قال راح اجيب لك نوعية النادرة من الواكس بيض قلت له شنو هو قال الثلجي ويا حي يلا بالثلجي شوفوا اخوان باعي شكل هاي النثية هذاك الفحل باعي يصير شلون المحبحب باع من جوا اخوان هي هاي النادرة يسمونها الثلجي ونقلهم حياكم الله افتح الباب ما شاء الله وانت طلع اطلع اطلع ما شاء الله باع اخوان باع الماي طب للمحمية شوفوا بس ماي خفيفة المرة يعني وجاب لي بعد انا رأيكم شنو جاب لي بعد جاب لي هذن البيوت قال هذن البيوت اللي عش عشن بيهن اللي ما نعش بيهن شوفوا هذا واحد وهذا الثاني
وهذا الثالث. شوفوا وش قال، قال خلي لك سعفات وخليهم بالسعف، قلت له ولا يهمك نخلي ان شاء الله بعدين نقص بس الدنيا قاعد تمطر، ولو نحط لنا سعفات يا ولد ونشوف شنو الوجبة. اخوان اليوم موعد مال التفقيس، مو اليوم الموعد مالت، خلينا نشوف والله شو نفقس عندنا، فقسين ما فقسين. يا الله ما شاء الله مفقسات اثنين، شو ما شاء الله هاي اول اثنين نفقسها. عدنا بيضات السوبر جامبو، ما نعرف اخوان، عوفهم 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 ولا هاي، بعدين هم اصوركم اياهن هسه الصبح منا للليل هم نصورهن. ماشي ماشي نشوف هسه شنو وصلت، بالله شو وصلت ما وصلت، زاقتين ما زاقتين، وانا بيها الامل بهاي النتيجة. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اثنين بس ما زاقتهن كلش، باو اثنين فقسات بس ما زاقتهن كلش، ما اعرف ليش ما قاعد ازق. هذا هم يموتن بين السالفه، هم يموتن ما قاعد ازق هن في، ما اعرف ليش لا الفحل ولا النتي قاعد يزقني، يجي ينام عليهن لحد ما يموتن، شنو الحل ما ندري. الحمد لله. طبعا بالنسبه لهاي بعد تدرون انتم ما قاعد ازقها، فخلنا نشوف هسه شو قلت انا، قلت الى ما زاقتها وميتات هسه على مود نبلش بالمحميه ونفلشها، شو تقولون بعد بعد الى ما زاقتها من حاطه هنا. يا اخوان خلنا نشوف الى ما زاقتهن على مود نفلشها باكر وياكم. ماشي ماشي اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله زاقتهم بس شوية، ثلاثة طالعاتي ثلاثة باقيات اثنين، اخوان زاقتهم بس شوية باعوا، اي اي لا زاقتهم زاقتهم باعوا، واضح عندكم ثلاثة ما شاء الله. كل ما اريد ننوي كل ما اريد ننوي نفلشها ونكبر المحمية اكو الشغلة تصير حلوة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هسه شو نسوي لازم، ها بحذرني قلنا هذي بقول راح شوف سددت العظمات العظم كبيتهم كبيتهم هذا واحد اوف اوف خلنا نوديهم هناك بالخانة خلنا كلهم خلنا كلهم وارجع لكم. طلع 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 بقى هذي هذا كبيتهم النفيه بقى الفحل هاي النفيه. اتذكر الشغلة انا ارد اخذهم واوديهم هناك شو الافراخ يا ويعلفن بعدهم صغار بعدهم ايه يا سيدي راح نطيرها يا ابو الخشونه مالتي جامبو يا النثي هاي شنو بيضه هي ما بيضه واو شو مسوي يا ولد باو بيضه وحده بيضتين بيضتين بيضه شو مسوي خليها المهم بيضه بيضتين اوف هسه خذ كم بيضاتها وكسرها نعم وترجع تبيض هناك حطها بخانه تفيدنا دايه ها يا ولد اي والنسبة هاي قاعد يزقن بعد شوف الى عاشوا خلينا هالميتات عمود نبلش بتفليش المحمية تمام تمام. اخوان تدرون انا ناسي اكو انارة اصلا، شوف شم انارة خالي هاي وحدة شمعة وهذاك قلوب وهذا قلوب انا ناسي اصلا عندهن يعني على مود هذن باقي بس على مود هذا الزوج ان شاء الله خير ان شاء الله خير على مود لهاي مباشر بتفليش المحمية على مود نكملكم اياها كلها نسويها وحده ونجيب ترتيبات حلوه فجايه طيور بعد حلوه اخوان جايه طيور حلوه. فكر لنا شغله بهذن العشوش انا اريد مكان دحيسه مو هذا مكان شلون ما يجي على البال هيك شي دورن هنا خلينا نشوف لنا شنو الوجبه وين نخليهم اخوان كمل اول عش ها شلونه اخوان مرتب شو هذا اول عش كمل
هيك يحبن هن. شوف كملت الثانية. شلونها؟ حلو؟ هيك عش عشان يا ولد. ونقول بركة الله يلم نعش بيها. قلت لكم شنو اخبار الهاي؟ انا شوفها قاعد تنام البيض. مال جول ها مال السوبر جامبو. النثية قاعد تنام نوبات الفحل ينام. بس يا نايم. اي النثي. عفو. عفو اللهم صل على محمد. ذكرتوني على ذني العشاش بقيت العشاش. خلينا نفتحهم بعد ايش عندنا نظارات. نفتحهم وناخذ هاي السلة الثانية للملكي. خافت الاثنين تتبيض بغير مكان، عدا فرقات تتبيض، ناخذها هم نعلقها هناك. تمام؟ تمام. هسه شو نسوي؟ خلينا نفتحهم. عندنا هواية ولا شو؟ عندنا انا هناك وهذني الأربعة. يلا خلينا نفتحهم نودين هناك. فتحت العشاش، بقى هذني الاثنين وهذي. ذاك هم بأفراخ بعدهن. هذاك يذكرون عليه. وهذا بأفراخ. وهاي فتحت الهوسة كيلها شوفوا. فتجهيز للتفليش المحمية. من هسه نجهز على مود التفليش مال المحمية. تمام؟ تمام. هاي علقت هنا. وضفت من بين البقالات اثنين باو وحده معاكس الثانيه منها وحده ومنها وحده. وبالنسبه لهاي راح اشيلها لان خاف لما بيعيش واحنا مستقبلا مفلشين هاي الصفحه. خاف هسه يعني بعد كم يوم احنا مفلشين فنشيل هاي. شو تقولون محسن؟ نشيل هاي لان هاي كذا راح تفلش الصفحه. شيلها غير مكانها. شلته كان هناك وخليته هنا. ها مضبوط. بعد احنا مستقبل شارينا هذا. شو تقولون من حاطينه؟ اذني خليته هنا مؤقتا. شوفوا هسه هذا حلو وهذاك حلو. هذا مؤقت حطيته وهذا. شوفوا لو ما يعجبكم عمد نغير مكانه. شوفوا انه وين مكان خلينا هسه ما لقيت مكان خلينا يعني ترسه بقالات المحميه هسه. شوفوا الفوق. شوف هاي السله بعد غير هذا وهذا وهذني. شوف فيها هواي ما تلا هذا تنظيف. عفوا هسه خاف رجعني بيضا بعد الملكي. هذا الشكل صار. قواك الله مهدي. الله يقويك. شلونك شو اخبارك؟ مهدي ابن اختي. شو هذا الترتيب كله. يلا يلا روح هناك. روح يلا صار بي هذا بي صوره. شوف وفول وردات. شو فول وردات خلنا نخليه هنا وبوري. الحمد لله نجيب له علاج لازم بعد هذا. نقدر نعالجه نقدر ما نقدر بعد شو نسوي خذوه. سويت بيض سلك وانا علم ود انا سويت. سويت لي اربع بيضات قلت على مود ذني الفرخات طلع مال السوبر جامبو ديك المحميه الثانيه. فسويت هذا على مود هنا قلت هسه انا مسوي انا اسوي للكل بعد. سويت اربع بيضات خلنا نعطيهم نعطي الكل بعد الخانات. يا اخوان خلنا اكمله اخطه لل 40 ماده وعلى مود اوزعهن للخانات ولهذن الطيور والبديش المحمية عمود الفرخات. انا سويته كله على مود الفرخات. انا اكمل اخوان وارجع لكم. هيك اخوان كل الطيور نطيناهم بيض مسلوق وياهم الخطة في 40 مادة. حتى هذا كني نطيتهن. وهسه ذني استوى خليتهم اياه. وانت ترى انا شنو احتياجات الاكل اجيب لهم اوفر لهم اياه. باعوا هسه شوف هاي الصينية باعوا. حتى بلت بالحشرات حاطنها بانواعها وهاي المكسرات. يا اخوان اي احتياجات الخاصه الهن بالاكل وبالشرب انطيهم اياه لان هذا بمسؤوليتنا. حرام علينا الى ما نداري. وانا ضايج على هذا الفرخ بس لازم له حل وله علاج. الحمد لله اخوان. ونقول وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. شكرا جزيلا وياكم أخوكم محمود.